ففي إطار جولة ميدانية قادت وزيرة البريد وتكنولوجية الإعلام والاتصال إلى محطة اتصالات الجزائر الفضائية، تسنى لنا التقرب منها لرصد رأيها في هذا الصدد. عمل مع حكيمة رائع جدا، ما كان حتى مشاكل في الميدان، على العكس كونها امرأة يساعدني كثير، لأنه يعني كان علاقة خاصة تتطور بيني وبينها، زيادة على أنها تقوم بعملها بشكل يعني شكل منظم جدا، دائما في الوقت، دائما موجودة على يمين على اليسار في كل الظروف. بالتأكيد راضية، وبالعكس نشجع كل النساء الجزائريات في فرق الشرطة، ونتمنى لهم التوفيق، نتمنى لهم مزيدا من النجاح والتألق. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.